ماتت أمي وكانت متعلقة بالأضرحة تعظمهم وتزورهم وتحبهم، ولا أعلم إن كانت تصرف لهم نوعا من أنواع العبادة. وعندما أنصحها تضحك وتقول أعلم أن الله هو المستحق للعبادة الذي لا شريك له، ولكني أحبهم حبا شديدا، فما الواجب علي بعد مماتها؟ الواجب عليك الدعاء لها والاستغفار لها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بقول بعض العلماء إن العمل شرط؟ إلا إن كانت تتعلق بالقبور وتدعو أصحابها، تطلب منهم الحوائج، هذه كافرة، لا تدعو لها ولا تستغفر لها. نعم.